اهلا بكل الساده المتابعين ومشاهدين في مصر والعالم العربي، تحيا لكم جميعا، محدثكم جوزيف بولس. طبعا اللي بيشاهدنا على قناه اليوتيوب قناه الثقافه الزراعيه، اللي بيشاهدنا ايضا على الفيسبوك صفحه مهندس زراعي جوزيف بولس لخدمه النخيل. اهلا بكل الساده المتابعين ومشاهدين في مصر والعالم العربي. يتجدد بنا اللقاء هنا من محافظه المنيا عروس الصعيد، بالتحديد في مركز صملوط قريه 4. بنتابع طبعا مع الاستاذ عمرو، احنا كنا بسينا معاه فيديو من سنتين بالظبط من المزرعه اللي حضراتكم دلوقتي ومن نفس المكان اللي بنتكلم فيه من دلوقتي. هتلاقوا الرابط بتاع الفيديو الاولاني في الاي فوق، وهتلاقوا الرابط تحت اسفل الفيديو في مربع الوصف. طبعا هنرحب بالاستاذ عمرو الاول، وهنشوف مدى التغيرات اللي حصلت منذ سنتين واحنا بنشتغل مع بعض في هذه المزرعه. وارجوكم تشاهدوا الفيديو الاولاني وترجعوا تشاهدوا الفيديو دوت علشان تشوفوا الفرق اللي حصل في المزرعه. بنرحب الاول بالاستاذ عمرو ونقول له اهلا وسهلا استاذ عمرو. اهلا بك يا باشمهندس. طبعا هنتكلم دلوقتي مع الاستاذ عمرو ونشوف مدى التغيرات اللي حصلت. ان شاء الله تابعونا لاخر الفيديو علشان تشوفوا مدى التغيرات بفضل الله اللي حصلت في المزرعه باذن الله. تابعونا للنهايه وان شاء الله تشوفوا ما يسركم باذن الله. طبعا بنرحب بالاستاذ عمرو في مزرعته هنا في قريه 4 في صملوط. فطبعا هو هيكلمنا ايه التغيرات اللي حصلت من سنتين. احنا كنا بسينا فيديو من سنه 2020 طبعا في وقت كورونا، الكلام ده كان في شهر 9 او سبتمبر 2020، واحنا دلوقتي شهر اكتوبر 2022 من نفس المكان اللي صورنا منه الفيديو الاولاني. فطبعا كلمنا يا استاذ عمرو ايه التغيرات اللي حصلت في النموات، ومدى الفقد اللي حصل قد ايه، وهل خرجت فسائل حواليها، والحجم اتغير ازاي. اتفضل يا استاذ عمرو، المايك معاك. هو حاج بالنسبه للفيديو اللي صورناه قبل كده كان طبعا من 2020 شهر 9. بفضل ربنا وفضل البرامج اللي حاج عطلنا اشتغلنا عليها، طبعا باين في يعني في فرق جامد. يعني حاج ساعه ما جيت الاول كان الدنيا في النمو بطيئه، وفضل البرامج اللي حاج عطلنا اشتغلنا عليها في فرق، والكلام ده باين طبعا في حجم النخل يعني. وبرضو كنت حضرتك قلت لنا على المعلومه بتاعت نردم حوالين النخله عشان الفسايل. الحمد لله يعني الوقت بالنسبه للفسايل يعني كل نخله فيها معدل من حوالي من 3 ل 6 في النخل يعني. تمام يا استاذ عمرو، تمام. طب دي حاجه الحمد لله حاجه كويسه يعني، الحمد لله. في نسبه فقد عندك كانت كبيره يا استاذ عمرو؟ هي الصراحة في الأول حاجة ساعة ما جيت كان في نسبة فاقد يعني، بس الصراحة عشان احنا كان في مشكلة حصلت في التسميد قبل ما تيجي حاجة، كان حطينا خدمة كانت قريبة للنخلة يعني. تمام. بس كان في حوالي عندنا في المزرعة حوالي 20 نخلة يعني فاقد. بس الوقت كان في حاجات ضعيفة منهم اشتغلنا عليهم من ساعة ما جيت، ساعة من الكلام ده من فترة. والحمد لله جددوا يعني. طب الحمد لله، الحمد لله. احجام النخل راضي عنها، وشكل الجريد يعني الحمد لله بسم الله ما شاء الله. انا شايف الجريد يعني كويس بسم الله ما شاء الله. لا. هل راضي عن الاداء بتاعه، ولا كنت حاسس ان في احسن من كده وافضل من كده؟ لا، هو طبعا في تغير ملحوظ، القطر بتاع النخله فرق عن الاول خالص. تمام. يعني والنموات الخضريه الجديده حتى باين عليها في قلب النخله، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله تفرح يعني. تمام، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. كمان مفيش اي اصابات حشريه او فطريه يعني، الحمد لله. لا الحمد الدنيا لله كويسه بفضل الله يعني. ما احنا على طول بنتابع في البرنامج بالمبيد الحشري على طول، والفطر بنشتغله يعني بمعدل شهري يعني على طول بانتظام يعني. طب تمام يا استاذ عمرو، ربنا يبارك لك يعني، حضرتك تستاهل كل خير. طبعا الحاجات ديت النخل دوت اللي قدام حضراتكم، قولوا برضه حضرتك زراعه كام، وبرضه التوقف اللي حصل نتيجه لبعض الاخطاء اللي حصلت وقفتنا قد ايه، برضه عشان المشاهد يكون متابع معانا ونديله المعلومه صحيحه يعني. هو زراعه كام ده يا استاذ عمرو؟ هو النخل اللي زرعناه في شهر اكتوبر 2019، يعني دلوقتي عمره حوالي 3 سنين. 3 سنين. هو السنه ده حاجه كان طبعا كان مبشر يعني بشاير، بس طبعا البشاير كان طالع بدري يعني، شلنا الظبايط يعني. ولكن كان في نسبه عقد كويسه، كان في بالنسبه للصبطات اللي طلعت كان في بلح ظهر وطعمه كان كويس، ولا كان يعني تعبان، ولا ايه وضعه بالظبط؟ لا، هو كان عاطي تحجيم كويس، ونسبه السكريات بتاعته برضه كانت عاليه الحمد لله يعني. طب الحمد لله. انا شايف ان عند حضرتك في فسائل كويسه تصلح للفصل في شهر مارس القادم يعني ان شاء الله. انا شايف بعدد كويس، ربنا يبارك لحضرتك يعني. هي غيرت طبعا الفسائل الصراحه في الصيف ده، وغيرت كتير يعني. ما كانش فيه الاحجام دي يعني، بس بدات يعني ايه، بدات تعمل قطر يعني. طب
طب الحمد لله، يعني شايف مخرجه عدد كويس من الفسائل حواليها، والشكل العام يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، حاجه جميله يعني، حاجه جميله جدا. يعني بتشجع المستثمرين والمزارعين ان هم يستثمروا في الصحراء بزراعه النخيل ولا ما بتشجعهمش بالنسبه للنتائج اللي حضرتك شفتها والمصاريف اللي اتدفعت والشغل؟ حضرتك شايف يا استاذ عمرو بالنسبه للجدوى بتاعه زراعه النخيل كويسه في الصحراء ولا لا، بالمقارنه باللي حضرتك صرفته وتمن النخله والنتائج اللي حضرتك شايفها على الواقع يعني؟ هو الصراحه يعني حته مجديه ولا مش مجديه، طبعا انا السنه دي ما بعناش منه، كانت بشار حاجات بسيطه يعني، تمام، بس يعني عن تجارب ناس كتيره يعني، يعني يعتبر استثمار ممتاز يعني. طب الحمد لله، يعني برضه بتكلم مع حضرتك ان الاصل عندك كويس مقارنه بالصبطات، والعقد اللي كان معاك السنه دي كان كويس، دليل عن ان الاصل نفسه كان كويس. تمام، احنا مش احنا اللي وردنا الفسائل برضه على فكره، ولكن بالنسبه للشغل اللي اشتغلناه في المزرعه فالحمد لله شفنا ان الاصل كويس، الاصل كويس ومحترم جدا، ده دليل على نسبه العقد وطعم السكريات اللي كان في البلحه كويس الحمد لله، وكمان حجم النخل الموجود حوالينا وعدد الفسائل اللي فيه، فيدل عن الاصل كويس، وان شاء الله هتبقى فيه نتائج كويسه جدا الايام اللي جايه يعني ان شاء الله. ان شاء الله بنتابع ونشوف مع الاستاذ عمرو. طبعا كثفنا جهدنا السنه دي واشتغلنا كويس الحمد لله من شهر مارس اللي فات اللي هو 2022، والحمد لله لحد دلوقتي احنا في شهر اكتوبر في نتائج كويسه. انا شايف ان دي من افضل السنوات اللي حصل فيها تغير للنمو الخضري بالنسبه للمزرعه ديت، يعني الحمد لله حضراتكم لو شايفين حاجه جميله جدا بالعمر دوت، وكمان توقفت ما يقرب من 6 شهور او اكتر من ناحيه الخطا اللي حصل اثناء الخدمه قبل كده. ف يا استاذ عمرو قول لنا التغيرات اللي حصلت الفتره اللي فاتت اثناء 2022، تغيرات انا شايف انها ملحوظه، ولا ايه راي حضرتك؟ هو الصراحه لما اشتغلنا على البرامج اللي حضرتك كنت حاططها اشتغلنا عليها الصراحه في فتره الصيف، من اول الصيف، ويعني النخل يعتبر فرق يعني عمل نمو ده، يعني الكلام ده من 4 شهور ما كانش الخضار والفسائل بالاحجام دي. الصراحه لما اشتغلنا تسميد الفتره اللي فاتت بالبرنامج اللي حضرتك كنت عاطيه بان يعني فرق شاسع يعني. طب الحمد لله، يعني تنصح المزارعين ان هو بيعتمد على نفسه في الري والتسميد وخلافه، ولا الاستعانه باحد المتخصصين في كل مجال حتى يرشدك للطريق الصح؟ هي فكرة إرشاد للطريق الصح علشان يوفر عليك وقت وجهد ومال يعني. لا هو طبعا يعني حضرتك لما جيت طلبت مننا يعني التحليل بتاع التربة وتحليل المية، هي العملية طبعا مش عشوائية يعني، احنا للأسف في فترة بعد ما زرعنا النخل اشتغلنا، الواحد اشتغل مع نفسه كده شوية، كان بيجيب برامج من على النت، حد زارع قبل كده، بس الصراحة كل أرض ليها يعني ليها الوضع بتاعها، بيختلف طبعا طبيعة الأرض، المكان، يعني أنا أصلا في القطاع اللي احنا زارعينه في مناطق مختلفة عن مناطق بالنسبة للمية، في أرض مثلا بتحتفظ بالمية، في أرض بتصرف المية على طول، يعني كل حاجة عايزة معاملة حسب الحاله بتاعتها يعني. يعني توصل طبعا برضه يا استاذ عمرو ان الحاجه محتاجه متابعه بالعين المجرده علشان تقدر تحكم عليها ايه اللي محتاجاه من حيث كميات الري، كميات التسميد، الوقت بتاعها، ميعاد الاضافه بتاعها، فطبعا الحاجات دي مهمه وضروريه ان الواحد يتبعها بخطوات يعني. ايوه طبعا. طيب حابب تقول كلمه اخيره للساده المزارعين او نصيحه معينه لو توجهها للساده المزارعين يعني، سواء المقبل على انشاء مزرعه جديد تنصحه بايه، ولو في مزرعة حالية قائمة وماشي عشوائي تقول له ايه؟ هو الصراحة انصح يعني لو حد هيستثمر، هو استثمار نخيل مكلف شوية، بس هو الصراحة العائد بتاعه ممتاز عن تجربة ناس كتيرة يعني، وطبعا المعاملات الواحد يعني طبعا عشان تزرع نخل طبعا مكلف بالنسبة لمحاصيل تاني يعني، طبعا لازم الواحد يستعين بمهندس يتابع معاه الوضع يعني، ما ينفعش الواحد يشتغل من دماغه يعني، عشان الصراحه اشتغلنا احنا فتره كده مع نفسنا اثرنا على النخل يعني، ووقف نموه فتره كبيره يعني. هل برضه السؤال ده كان في بعض المستثمرين سالوهوني قبل كده، هل
ازرع بدماغي الاول وبعدين استعين بخبير بعد سنتين ثلاثة اربعة، ولا مهم ان استعين بخبير منذ الزراعة؟ دي برضه حد سألها لي يعني. لا ده المفروض قبل ما تزرع، يعني قبل ما تزرع، عشان في تجهيزات طبعا بتبقى قبل الزراعة بتحتاج طبعا تحتاج يعني طبعا حد متابعة وحد ينصحك مثلا الحاجات، عشان في خدمة بتتحط مثلا للنخل في قبل ما بين مسافة زراعة معينة، اضافات معينة بتبقى مهمة ان انت تتابعها من الاول. أيوه. كمان بعد ما بتزرع لازم الزراعة تكون بطريقة مظبوطة، لازم تتم في منشطات للجذور لازم تتاخد في ميعادها علشان ما تفقدش عدد كبير من الفسائل. صح. نظام التتبع الري هل مهم ولا لا في بدايه الزراعه؟ لا طبعا ده اهم فتره يعني. ده ايه اللي بيحصل فيها لو حصل خلل في الري؟ اي خلل بيأثر طبعا على الفسيله، يعني لا قدر الله كتر الميه مثلا بيحصل احفان جذور بتاعه والفسيله بتفقد الفسيله خالص يعني. فمهم ان الواحد يتابع من الاول يعني. ايوه طبعا. تمام جدا، انا بشكرك يا استاذ عمرو، بشكرك جدا. الله يخليك يا باشمهندس. شكرا جدا طبعا للاستاذ عمرو على الاستضافه بتاعته هنا من محافظه المنيا شمال الصعيد، طبعا بالتحديد في مركز صملوط قريه 4 على الصحراء الغربي. بشكره جدا جدا على حسن الاستضافه، والحمد لله ربنا يعني اعطانا نتائج كويسه جدا خلال الفتره اللي فاتت. وزي ما باكد على حضراتكم لو لسه ما شاهدتوش الفيديو الاولاني عن هذه المزرعه، ده تم تصويره في سبتمبر 2020 وهتلاقوه في الاي فو او في مربع الوصف تحت اسفل الفيديو. وطبعا للتواصل للاشراف على مزارع النخيل او تاسيس مزارع النخيل منذ البدايه، للتواصل عبر الواتساب فقط يا جماعه 010-992-74-418. طبعا لو لسه ما حطيتش لايك للفيديو يا ريت تحط لايك للفيديو لينتشر لاكبر عدد من المزارعين والمقبلين والمستثمرين على مجال زراعه النخيل. بشكركم جدا على حسن المشاهده والمتابعه، وطبعا كان معاكم جوزيف بولس ومن ارض الاستاذ عمرو. تحياتي للاستاذ عمرو وتحياتي للجمهور والمشاهدين والمتابعين، وشكرا جدا يا استاذ عمرو. شكرا يا باشمهندس، تشرفنا بحضراتكم، وان شاء الله نلقاكم في فيديو جديد. والى اللقاء، كان معكم جوزيف بولس، والى اللقاء.